مستوى وسط الميدان بالاعتماد على بلهندا مكان عبادي الموقوف لاعب المنتخب الوطني مباراة الإياب أمام كابو فيردي بعد أن فاز ذهابا في العاصمة برايا بهدف لصفر. مد هجومي كاسح للعناصر الوطنية مع انطلاق المباراة بحثا عن هدف مبكر يخلص الجميع لاعبين وجمهور من ضغط البداية. وكاد مبارك بوصوفا أحد أبرز العناصر الوطنية أن يهز الشباك لولا تدخل الحارس جوزيمار. وباستثناء محاولة واحدة للزوار عن طريق اللاعب مينديز كانت السيطرة مطلقة للمنتخب الوطني الذي نوع المحاولات بتنوع الأسماء من داكوستا إلى بوصوفا ثم بالهندا ودرار وبوفال. وهنا المحاولة التي أتيحت للفريق الزائر. بوفال شكل خطورة دائمة على دفاع فريق كابوفيردي. وهذه آخر محاولة أتيحت للمنتخب الوطني قبل إعلان الحكم المالي عن نهاية الجولة الأولى. الجولة الأولى التي انتهت متعادلة بصفر لمثله. أول تغيير أقدم عليه المدرب رونار استبدال اللاعب طنان بنور الدين أمرابط. وفي الدقيقة 60 برز يوسف العربي كقاهر لكابوفيردي بإحراز الهدف الأول في شباك الحارس جوزيمار عن طريق ضربة جزاء تماما كما فعل في مباراة الذهاب. قبل أن يؤكد ذلك بهدف ثاني بضربة رأسية بعد تمريرة من عبد الحميد الكوتري. ونتابع كيف جاء الهدف الثاني بعد اجتهاد للعناصر الوطنية. وكان بالإمكان الوصول إلى الشباك للمرة الثالثة والرابعة والخامسة بل وحتى السادسة لولا انعدام التركيز وغياب الفعالية لدى المهاجمين المغاربة وفي مقدمتهم سفيان بوفال ونور الدين أمرابط.